فنانة طار عماد منورة في وش منورة مهرجان الجونة من عام لعام من تألق لتألق دايما. خليني أقول لك في البداية النهاردة الجونة بقى بالنسبة لك إيه؟ المهرجان بالنسبة لك عامل إزاي؟ أولا أنا دايما فخورة إن أنا جزء من المهرجان زي ده وإن أنا بحضره وإن في مهرجان بالجمال ده والحلاوة دي في مصر. تاني حاجة أنا المرة دي حاسة إن الموضوع كبير قوي كمان بسبب الحريه اللي حصلت وبسبب مجهود الناس ومجهود العمال ومجهود كل شخص كبير وصغير في جونه وفي المهرجان ان هم يشتغلوا على ان كل حاجه ترجع زي ما كانت واحسن كمان. فانا بحييهم كلهم ويعني بشجعهم. ما عرفت موضوع الحريق كان بالنسبه لك الرياكشن عامل ازاي؟ اتخضيت طبعا زي كل الناس، يعني ما توقعتش ان كل حاجه هتكمل في ميعادها، بس الحمد لله كل حاجه كملت في ميعادها. شاركة في الفعاليات، بتتفرجي افلام، بتحبي افلام، في اكتر من دوله بتعرض افلام عندنا. ايه السينما اللي انت بتحبيها في العالم؟ بالنسبه لك كمان المهرجان على مستوى الافلام بقى عامل ازاي؟ اولا انا متحمسه قوي للافلام المصريه اللي هتكون موجوده، لان في كذا فيلم منهم صحابي وزملائي وناس انا بحترمها وبحبها وحابه ان انا اتفرج على افلامها، وفي من كذا دوله، في من فرنسا، في من بولندا، في من جبل الاسود تقريبا، برضو من بلد مامتي، فمتحمسه ان انا ايوه مونتينيجرو، فمتحمسه برضو ان انا اشوف الفيلم، فبشجع يعني الافلام في العموم. روحتي مونتينيجرو اخر مره؟ قبل الكورونا للاسف ما لحقتش اروح، يعني وقت الكورونا ما عرفتش وبعد الكورونا ما لحقتش، فان شاء الله السنه دي. من اني مدينه فيها بقى؟ مامتي من العاصمه يعني، فهي العاصمه اسمها بودغوريتسا. وفي بلغراد صربيا، انا عارف كمان الدولتين كانوا دوله واحده قبل كمان ما يكونوا ثلاث دول، بس الاتحاد السوفيتي اعتقد ده عامل معاكي ايه ده؟ لا مش عامل اي حاجه، ماليش دعوه انا بالحاجات دي، يعني انا بحب بلد مونتينيجرو عشان هي بلد مامتي. يعني ايه احلى حاجه فيها بالنسبه لي؟ الخضره والجبال والانهار والطبيعه بجد، يعني ما فيش زيها في اي حته. هل بتفكري انت مثلا ممكن تعملي حاجه عن السينما هناك او تشتغلي في سينما هناك؟ أتمنى مثلا اتمنى طبعا ان انا امثل بلغه مختلفه، يعني انا بعرف اتكلم اللغه وبعرف اقراها واكتبها، فحاسه ان انا ان شاء الله قدام احب ان انا امثل باللغه دي. رايك ايه في الفنانه يسرا؟ قدوه زي، يعني هي قدوه لكل الناس تقريبا ومفيش زيها الصراحه، مفيش زيها. اطلالاتك في المهرجان بقى دي من تفكيرك انتي ولا في ستايلست؟ لا في ستايلست طبعا، لحد دلوقتي ياسمين عيسى الستايلست امبارح والنهارده، فبيبقى تنسيق، بنتكلم بقول لها الالوان اللي انا بحبها، الحاجات اللي انا بحبها، فدايما بيكون تنسيق. يعني الفترة اللي جايه بقى بتحضري الايه؟ هرجع من مهرجان الجونه على تصوير فيلم الجواهرجي والملحد. اشكرك، بس كنت عايز اعرف الملحد دوري للأسف للأسف مش هقدر أقول لك، يعني هبتدي تصوير بس وبعدين هقول لك. بشكل عام عموما الفيلم إيه الستوري بتاعه؟ يعني داري على شمعتك تقيد. بالتوفيق يعني. شكرا. أشكرك.